يا عيال في شيء ابغى اسويه من زمان يا عيال. في فكره براسي وابغى اسويها، لكن والله العظيم اني احتاج مساعدتكم كلكم. بتقولون وش هي؟ ابغى، حلو، ابغى اجيب اعلى كلز في تاريخ فورتنايت، لكن احتاج منكم انتم ما تخربون. بيمديكم تساعدوني وتوقفون تخوني اذبحكم لما اجيب اعلى كلز بدون تخريب؟ ما حد بيخرب، بتكل عليكم بتسوون الشيء هذا. ابي كلام رجال. احتز مطنخ وشوش، لا بيتك لا بيت وحوش، يا ما دقينا الجيوش في ديقار المنذرية، بالكرم حنا كرام، اللي فانا ما يضام، ضيفنا له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحكم شباب مسوين معكم احمد اوشونج اكس بونج، مقطع جديد. مقطع اليوم تكلمت عنه في المقاطع اللي فاتت. اول شيء انا اعتذر يا اخواني، امس ما نزلت مقطع، والله العظيم ان هذا غلط مني ولا في اي عذر غير اني سهرت وانا ابث وضاع علي التصميم. انا اسف بشرب العواط، منكم تسامحوني والجاي اقوى ان شاء الله. عموما المقطع هذا وعدتكم فيه، زي ما ذكرت سابقا، هذا راح يكون اعلى كيلز في تاريخ العاب الباتل رويال، مو فقط فورتنايت، اعلى كيلز. ما ادري اذا كان في احد جاب اكثر من هذا، بس اني ما اتوقع، لكن اكتبوا لنا في الكومنتات ووضحوا لنا. عموما المقطع تعبت عليه جدا يا اخوان عشان اجيبه، والله طولنا واحنا نرتب والناس تخرب وقصقصت، وتعبت عشان احاول قدر المستطاع اني ابسطه واجيبه لكم في اخر شكل. عموما اذا عجبك المقطع اتمنى تعطينا لايك، واذا انت جديد على القناه اشترك وفعل الجرس. اذا شفت ان المقطع يستاهل اتمنى انك تنشره، لان نشرك اكبر دعم لي. برضو اذا حابين تدعموني عندك كود ايتم شوب SXB 3 حروف. وبس هذا اللي كان عندي، اترككم مع المقطع. شكرا لكم، صلوا على نبينا محمد، في امان الكريم. اول ما ننزل من الباص، طيب بتكونون يلي تدخلون معنا انتم كلكم ديفولت سكينز، كلكم بدون سكنات، ما ابغى ولا واحد عليه سكين عشان اعرف انك تسمعني وفاهمني. طيب تنزل من المظله، وقف كذا وطالع السيده، وقف، قط اليد بالارض، حط اليد بالارض، طلع جوالك واقعد طالع البث. ما ابي منك شيء ثاني غير كذا، ابيك تمسك جوالك وتطالع البث كذا، طالع البث. طب معكم لا تحط خلاط زي هذا، لا تسوي اي جريه، لا تنقز، تكفى الله يرحم والديك، لا تنقز، لا ترقص، لا تسوي بخات بالارض، اثبت مكانك عسكريه. انا بمر قدامكم هنا وبعطيكم خطبه، مو خطبه، محاضره. ايوه ها. رفعت شباب، ارفعوا يدكم في الحقيقه. أيوة. كلكم ارفعوا يدكم كذا يا عيال، كلكم. اسال الله العلي العظيم ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، رب السماوات والارض، اللهم يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، اللهم اني عبدك ابن عبيدك، ناصيتي بيدك، اسالك باسمك الاعلى الذي اذا دعيت به لا ترد، يا ارحم الراحمين، يا فاطر السماوات والارض، اللهم يا ربي، يا عزيز يا حكيم يا قدوس يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا ارحم الراحمين، يا الله يا الله اني ادعوك باسمك الاعلى يا رب. كل شخص دخل البث هذا ودخل الفعاليه هذه وجلس معنا وما خرب، اسالك يا رحمن انك توفقه في دراسته وفي اختباراته وفي حياته، وانك ترزقه من حيث لا يحتسب، هو والسامعين اجمعين يا رب العالمين. اللهم ضاعف على كل من قال امين يا رب، وفقه واجعل له الدرجات العليا يا رحمن يا رحيم. لا حلو، يا الله يا رب، يا الله ابغى 100 بالضبط، لو واحد زياده نقص نطلع. يا الله يا رب، كم يا رب، يا رب 100، يا رب 100، يا رب 100، يا 85، يا رب يا رب يا رب 100، يا رب يا رب، واحد زيادة، واحد يا شيخ، الله اكبر، الحمد لله يا شيخ، الله يا الله يا رب، يا الله يا رب. يا عيال هنا 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 يا عيال، ها ارفع الخط كلكم، لو الخط على الخط، لا تنزل فوق، لا تنزل فوق، لا تتحرك، لا تتحرك، انا نزلت فوق، جبت لك بوم، ما ابغى شيء يا ابو سلام، ما ابغى شيء، وقفوا على الخط، ما ابغى شيء يا عيال، ما ابغى شيء، وقفوا على الخط كلكم على الخط. يا عمري يا عمري يا عيال، الله يسعد امكم، الله يسعد امكم كلكم يا عيال، خلوكم بجي بس لحوجي، لا حد يسوي شيء، روح على الخط يا سوا، الله يخليك، روح على الخط، تكفى، روح على الخط يا عمري، والله شكلها تزبط، والله يا اساطير، الله يسعد امك، وقف على الخط على الخط، على الخط كلكم على الخط يا عيال، على الخط، بجيب سلاح بس، تنظمون كلهم يا عمري، الخط طويل مره يا عيال. يلا ببدا، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، يا الله توكلت عليك، هذا ايش قاعد يسوي؟ اوكي وقف، بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه تاريخيه، وجههم اللي صنعوها يا اخي، ماجد ليه؟ حرامات تزبط ابو بنق، لعنه بحيك، والله تزبط اليوم، والله التزبط اليوم يا ابو بنق، والله تعال.
ناس يارب باتسيار باتسيار 95 96 أبو بوك واحد واحد بس تكفى واحد وبيجي بيجي هم لقلق بيجي إن شاء الله تكفى أنت وندك ذا الضايع تكفى تكفى يا ند جوال دقيقة خلنا نغل تكفى تكفى أطلع أكلم فيصل أخوي عندكم 100 أنتم 99 حكم احنا عندنا 100 ها ها 100 يا عيال انني مسمح بيته هذا الخط اللي عند الناقه اوكي الخط اللي عند الناقه لا حد يموت 90 احمد كيف ليش ولا 12 ليش يطلعهم نطلع عشان ما كان 100 يلا ايوه 95 97 98 9 100 يا رب ما حد يطلع يا رب ما حد يطلع لا حد يطلع يا عمري يا رب لا اله الا الله في واحد طلع ماجد نفسه هو اللي يطلع كل مره ما انا 90 100 الحمد لله لا حد يزعل قلت على طول اصل هنا على طول نزل في واحد خبرت الله يرحم شيبان اتدفع انا الخط يسعد امكم الخط وقفوا الخط على تكفون على الخط امانه الخط روح احد يسوي شيء تكفون على الخط لا احد يتحرك لا احد يضرب عصا لا احد يسوي شيء تراقص وبس تراقص يا عيال الفخ حقي ها الفخ حقي يلا الفخ حقي لا احد يضرب لا 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 من ذا؟ روح الفخ 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 كلكم الفخ اسرع الفخ اسرع كلكم الفخ كلكم الفخ الفخ اسرع يا شباب يا عمري يا شيخ الله يسعد امكم الله يسعدكم وين موليتوا فيه روح الفخ روح الفخ روح الفخ الله يجعلكم توفقون الله يزودكم كلكم يا عيال كلكم الفخ يلينا كلكم الفخ لا حد يجي يركض عنده تكفون كلكم روح الفخ على لا ولا ابو بنك ذا خرجني خسر الوقت الفخ كلكم على الفخ كلكم خسر الوقت تكفون يا عيال كلكم على الفخ عشان اسرع يا شباب الفخ اسرع يا شباب تكفون اي يسعد امك اللي رحت يسعد ابوك اللي رحت يا وقفوا الفخ هذا تكفون يا عيال لا ملك يا كفو الحمد لله وين رايح ارجع تعال وقف امي خايف يا الله كفو يا عيال الباقين يا عيال تعالوا تكفون ترى العدد بالملي باقي العدد بالملي يا ابو منك يا عيال شو تسوون هنا وش تسوون ذولي شباب مو شرط يا عيال تكفون يا عيال تعالوا العدد ضابط يا عيال تكفون طلبتكم يا عيال طلبتكم لا تكفى الله يسعد امك الله يسعد امك الله يسعدك يا شيخ الله يسعد حرامات بعد ذاك التعب كله خلوا وياك السلام كتم القهر ما خل حرام لا تتشين وني هذا دور لا مين هذا يطلق لا يطلق يا شباب لا يا اخي لا يا فلة يا عيال تكفون يا عيال تكفون الفخ طب الفخ يا عيال طب الفخ اللي وراك احمد
باقي حي يا احمد دا. موجود في الديسكورد. الله يا اخي يا اخي ليه كذا ليه يرحم امك 98 كيلز تكفى. القم يا حمار القم يا هطف. ايس والله ما انسى اي في والله يا عيال تكفون يا عيال تكفون يا اختصروا الوقت يا عيال تكفون. تعالوا بالله لا تطولونها. اللي زابرين هنا أربعة تسعين تكفون يا عيال. أربعة شوف البشات الهرم ذا في واحد شايف. اي والله ترى اللي تحت في احد جوا جوا الغرفه اتوقع البشات اللي هناك في احد يمكن اسمع صوت جوا الغرفه. وراك يا عيال باقي اثنين 27 من 90 يا عيال باقي اثنين باقي اثنين باقي اثنين اثنين عيال اثنين اثنين والله هذه المره انهم زبطوها والله واحد بس راح يسكت. ايه بش وين ذا دمج جاك 44 معناته انه قريب يا احمد مو بعيد اعطاك دمج السلاح كامل 44 وش سلاحه كان اي كي سلاحه اي كي ازرق اتوقع هذا الدمج 44 ايوه ولا هنا بندقيه صيد هذا هو مريض يا هاي بالحين لعيب يعني ويلقم واحد وينك لا توترني يا ابو سلامة جمع موارد هذا اللي بيكرهك نفسك يا عمري يا كل شباب الله يعطيكم الف عافيه. اهدي الكلز هذا لابو سلامه وناصر وامي وابوي وكل حضور البث وكل اللي شاركوا شكرا لكم يا اخوان. الخاطر 99 فرق حبه لكن ما يضر 98 كلز. اول لاعب فورت نايت جيمر 98 كلز استحقاقا عن ابي وجد. نعم شوف بكل قوه وبكل احترافيه شفت الفايتات والله قوي يا اخي ولا اي انسحاب فايت ورا فايت تنزل كذا كلهم بس عليك تحط فخ بالارض يجونك كذا كلهم يلقمونك يلقمون الفخ تلف عليهم من ورا تاخذ البومب اصطح 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 تنتير تنتير كذا كذا لعب. انا كنت ناوي اذبحك بس فجاه ايه شفت يا رجال اول ما شفتك قدامي كذا لفيت طلعت فخ اصطح اعطيتك واحده بعدين جت ناصر انا سبحان الله الفخ جا تحتي كذا فجاه وزنيه يعني تقدر تقول الله العظيم قوي. طيب دقيقه يا عيال.
thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. Ladies and gentlemen, love so hard to find. We got him. What do you think?